في محاولة منها لإغلاق باب التدخلات الخارجية والداخلية، أصدر ممثلو مكونات كركوك بيانات تضمنت عدم السماح بتكرار أعمال العنف التي راح ضحيتها عدد من المتظاهرين الكرد، لقطع الطريق على النظام التركي وبعض الأطراف الداخلية التي تسببت في تهديد السلم الأهلي في المحافظة قبل عدة أيام. الشيخ عثمان زنجان الذي يترأس واحدة من أكبر العشائر الكردية أعلن وقوفه بوجه أي طرف يعمل على خلق الفتنة في كركوك. ومن مسؤوليتنا الدينية والأخلاقية والتاريخية أن نحافظ على دماء وممتلكات وأراضي الناس جميعا، وأهل كركوك خصوصا بكل أطيافهم وأشكالهم ومذاهبهم وعراقهم، وأن نحافظ على الأخوة وتقبل الآخر والعيش بالسلام. القوى التركمانية هي الأخرى عقدت مؤتمرا صحفيا أكدت فيها التزامها بالحوار والتعاون مع القوى الكردية والعربية لتجنيب كركوك أي توتر مصدره الخارج. الاتجاهات السياسية والقومية نتعهد بالالتزام بما يلي: أولا، حرمة إراقة الدم الكركوكي مهما كانت الأسباب. ثانيا، الحفاظ على السلم المجتمعي والتعايش السلمي. ثالثا، إيقاف الحملات الإعلامية التي تؤجج الوضع في محافظة كركوك. المكون العربي وبعد إدراكهم خطورة الوضع في المدينة طالبوا الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعمل على تثبيت التهدئة في كركوك. هو الديمقراطي إذا حريص على التعايش السلمي في المحافظة لازم يكون أكو عنده مشروع جديد غير المشروع السابق. الآن العربي في كركوك ليس العربي عام 2016 و17 و18، تسمعوني ولا لا؟ فنتمنى على الحزب الديمقراطي أن لا يجعل شرخ بين العرب والأكراد. يبدو أن ممثلي مكونات كركوك باتت تعرف الأطراف الداخلية والخارجية التي تعمل على إذكاء نار الفتنة في المحافظة وضرب التعايش السلمي فيها، وعلى رأسها النظام التركي وأذرعه هناك. حيدر عودة، اليوم كركوك.